رافق تطور الكائنات الحية وانتشارها على سطح الأرض في البيئات المختلفة متطلبات جديدة للبقاء في ظل الظروف البيئية المتغيرة، وهذا ما استدعى تطور الأجهزة المختلفة لدى هذه الكائنات للتكيف مع المتطلبات الجديدة، وأهمها الجهاز العصبي الذي يعد المنظم الأساسي لعمليات التنسيق الحيوي للكائن الحي. ومن وحيدات الخلية نشاهد البراميسيوم الذي يتحرك بوساطة الأهداب. نلاحظ حركة منتظمة للأهداب التي تحيط بالجسم، والمسؤول عن تنظيم هذه الحركة حبيبات قاعدية موجود في قاعدة كل هدوء. وتتصل هذه الحبيبات مع الليفات العصبية لتكون شبكة عصبية. لننتقل إلى عديدات الخلايا ونأخذ مثالا هيدرية الماء العذب. هذا الكائن يصطاد فرائسه بواسطة اللوامس التي تنكمش عند التنبيه المفاجئ له، ويعود ذلك لتطور جهازها العصبي الذي يتكون من شبكة خلايا عصبية أولية توصل السيالة العصبية في كل الاتجاهات، والتي تتوضع في قاعدة كل من الطبقتين الخارجية والداخلية على جانبي الهلامة المتوسطة لجدار جسم الهيدرا. بعد هطل الأمطار تخرج ديدان الأرض من مسكنها تحت سطح التربة، حيث تستطيع هذه الديدان الانجذاب نحو الغذاء والرطوبة تحت سطح الأرض، ويعود ذلك نتيجة للتعقد النسبي في جهازها العصبي، والذي يتكون من حبل عصبي بطني وعقد وأعصاب. تنتشر الحشرات في البيئات المختلفة وقد تكيفت مع ظروف هذه البيئات، وذلك بسبب امتلاكها جهازا عصبيا متطورا يلائم تطور حواسها، حيث يتألف هذا الجهاز من حبل عصبي بطني وأعصاب وعقد عصبية وجهاز عصبي حشوي. بعد أن قمنا بالتعرف إلى بنية الجهاز العصبي عند الكائنات السابقة، نجد أن بنية الجهاز العصبي تتعقد تدريجيا كلما ارتقينا في سلم تطور الكائنات الحية ولا سيما الفقاريات. فعند الثدييات نما الدماغ وتخصصت أقسامه وتعددت مراكزه ووظائفه ليصل إلى أعلى درجات التعقيد والكفاءة لدى الإنسان، وذلك ليتناسب مع متطلباته الحياتية وتنظيم عملياته الحيوية المختلفة من تنظيم عمل أعضاء الجسم وتفاعل مع البيئة. وأصبح الجهاز العصبي عند الإنسان يتكون من قسمين أساسيين، هما جهاز عصبي مركزي يتألف من دماغ ونخاع شوكي، وجهاز عصبي محيطي يتألف من أعصاب دماغية وأعصاب شوكية وعقد عصبية. لابد أنكم تتساءلون متى وأين ينشأ الجهاز العصبي. ينشأ الجهاز العصبي خلال الأسبوع الثالث من الحمل من الوريقة الجنينية الخارجية، حيث يبدأ بتشكل اللويحة العصبية، إذ تتشكل ثخانة خلوية على الوجه الظهري للوريقة الجنينية الخارجية وفق المحور الأمامي الخلفي. تتشكل في اللويحة العصبية طيتان جانبيتان مفصولتان بميزابة عصبية، تبرز الطيتان وتلتحمان مع بعضهما في الوسط، وتتحول الميزابة العصبية إلى أنبوب عصبي. ينفصل الأنبوب العصبي عن الوريقة الجنينية الخارجية في نهاية الأسبوع الرابع من الحمل، ويتشكل لدينا ما يعرف بالعرف العصبي من انفصال مجموعة من الخلايا العصبية عن الوريقة الجنينية الخارجية وتوضعها فوق الأنبوب العصبي. وخلايا العرف العصبي سوف تعطينا فيما بعد العقد العصبي. يظهر في الأنبوب العصبي من الأمام ثلاث حويصلات ستعطي بنموها الدماغ الأمامي والدماغ المتوسط والدماغ الخلفي، بينما سيتشكل النخاع الشوكي من القسم المتبقي من الأنبوب العصبي. إن خلايا النسيج العصبي لا تتجدد وغير قادرة على الانقسام وتتعرض للأذى بسهولة، ونظراً لأهميته البالغة لتنظيم وظائف الجسم المختلفة، ذلك تطلب وجود عدد من التراكيب التي تحميه.
الدماغ تتم حمايته بوساطة 4 تراكيب، وهي من المحيط إلى الداخل: عظام القحف والسحايا التي تترتب من الخارج إلى الداخل، حيث تكون الأم الجافية، ثم الغشاء العنكبوتي، ويليها الأم الحنون، بالإضافة لوجود السائل الدماغي الشوكي، والذي نميز فيه نوعين هما: السائل الدماغي الشوكي الداخلي الذي يوجد في قناة السيسة وبطينات الدماغ، والسائل الدماغي الشوكي الخارجي الذي يوجد في الحيز تحت العنكبوتي بين الغشاء العنكبوتي والأم الحنون. وتأتي أهمية السائل الدماغي الشوكي من كونه يشكل وسادة مائية تحيط بالدماغ والنخاع الشوكي وتحميها من الصدمات. بالإضافة لما سبق، يوجد لدينا أيضا الحاجز الدماغي الدموي الذي يمنع وصول المواد الخطرة التي قد تأتي مع الدم إلى الدماغ، وينظم البيئة الداخلية لخلايا الدماغ. حاليا سوف نتعرف على أقسام الدماغ. نشاهد أولا المخ، أكبر أقسام الدماغ، ونلاحظ القشرة الرمادية السنجابية المحيطية للمخ. نشاهد اتساع سطحها بسبب وجود الكثير من التلافيف والشقوق فيها. نلاحظ الشق الأمامي الخلفي الذي يقسم المخ إلى نصفي كرة مخية. الشقوق الثلاثة: شق رولاندو، الشق القائم الخلفي، الشق المركزي الوحشي، والتي تقسم كل نصف كرة مخية إلى 4 فصوص: الفص الجبهي، الفص الجداري، الفص الصدغي، الفص القفوي. ننتقل لنشاهد المخيخ الذي يتألف من نصفي كرة مخيخية وفص متوسط يدعى الفص الدودي لوجود أثلام عرضية عليه. نرفع المخيخ قليلاً، نشاهد البصلة السيسائية مخروطية الشكل ذات اللون الأبيض. نرفع نصفي الكرة المخية عن المخيخ لنشاهد الحدبات التوأمية الأربعة وأمامها الغدة الصنوبرية. ننتقل إلى الوجه البطني للدماغ، حيث نلاحظ تبارز مستعرض يقع أمام البصلة السيسائية لونه أبيض، ونسمي هذا التبارز بالحدبة الحلقية. نشاهد موقع البصلة السيسائية بين الحدبة الحلقية في الأعلى والنخاع الشوكي في الأسفل، إلى الأمام من الحدبة الحلقية أو ما تدعى بجسر فارول. هناك امتدادان بشكل حرفي لونهما أبيض، هما السويقتان المخيتان، ونلاحظ الوطاء في منطقة تباعدهما، وتكون الغدة النخامية مرتبطة بالوطاء، ونلاحظ تصالب العصبين البصريين أمام الوطاء. نشاهد أيضا الفص الشمي أمام وأسفل كل نصف كرة مخية، والذي يكون امتدادا بشكل لسان. بعد أن تعرفنا تشريحيا إلى بعض مكونات الدماغ، سوف نوضح أقسام الدماغ الأساسية، وهي المخ، جزع الدماغ، الدماغ المهادي أو ما يدعى بالدماغ البيني، بالإضافة إلى المخيخ. جزع الدماغ الذي يتألف من الدماغ المتوسط ويشتمل على السويقتين المخيتين والحدبات التوأمية الأربعة والحدبة الحلقية أو ما يدعى بجسر فارول، بالإضافة إلى البصلة السيسائية. الدماغ المهادي أو البيني الذي يتألف من المهادين والوطاء. نحن في كل يوم نسمع عن إصابة البشر بأمراض وحوادث مختلفة تسبب الضرر لأجهزة الجسم المختلفة، ولكن هل سمعت سابقا أن هناك بشرا تعرضوا للسكتة الدماغية؟ وهل تعلم ما هي السكتة الدماغية؟ السكتة الدماغية هي حالة تحدث نتيجة عدم وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ كحالة طبية طارئة تبدأ فيها خلايا الدماغ بالموت بعد بضع دقائق من عدم وصول الأكسجين. وهناك نوعان رئيسيان من السكتة، هما السكتة الدماغية التي تحدث بسبب الجلطات الدموية وتشكل 87% من الحالات، والسكتة الدماغية التي تحدث بسبب النزيف في الدماغ أو حوله، وتختلف أعراضها، استشمل الخدر المفاجئ وعدم القدرة على تحريك الوجه
أو الذراع أو الساق، لا سيما في أحد جانبي الجسم، والارتباك ومشاكل في التحدث والرؤية والدوخة وصعوبة في المشي وفقدان التوازن والصداع المفاجئ والشديد. أهم العوامل المؤدية لحدوث السكتة الدماغية تشمل ما يأتي: السمنة، ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول في الدم، نقص في النشاط البدني، التغذية السيئة والتدخين. عند دراستنا للجهاز العصبي ينبغي لنا أن ندرك بأن أغلب إصاباته تأتي من الأجهزة الأخرى، وبالتالي هذا يساعدنا على فهم العلاقات بين أجهزة الجسم المختلفة والتي تضمن التوازن الداخلي والاستدباب في الجسم. في نهاية لقائنا لهذا اليوم نكون قد تعرفنا على منشأ وأقسام الجهاز العصبي المركزي عند الإنسان. نرجو أن تكونوا قد استفدتم، على أمل اللقاء بكم في سلسلة جديدة وممتعة من مادة علم الأحياء، وإلى اللقاء.